بسم الله الرحمن الرحيم. قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء بتاريخ 10/1/2023، استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية في موازنة عام 2023 لتثبيت المتعاقدين قبل 12/2019 على الملاك الدائم ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل وزارة أو تشكيل. قرار الآخر، تولي وزارة المالية بتحويل 1000 باحث اجتماعي إلى متعاقدين وفقا لقراري مجلس الوزراء 315-337 لسنة 2019. قرار التوصيات التالية لمعالجة تأثيرات الارتفاع في سعر صرف الدولار عن السوق وتأثيره على مشتريات المواطنين من الأسواق المحلية ودعما للعملة الوطنية بحسب التالي: أولا، إلزام جميع الجهات الحكومية ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار العراقي وبسعر البنك المركزي والبالغ 1470 دينار للدولار الواحد. ثانيا، يشمل ما جاء في الفقرة 1 أعلى مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي وعلى سعر البنك المركزي العراقي. ثالثا، يقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة ثانيا بالسعر المقرر من البنك المركزي 1460 دينار للدولار للحوالات و 1455 دينار لتغطية الاعتمادات المستندية بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك على المواقع الرسمية للجهات المعنية على منافذ البيع. رابعا، يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع 1 من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين ثانيا وثالثا آنفا الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية. القرار الآخر، الموافقة على التوصيات التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط بشأن تعديل التعرفة الجمركية بما يخدم مصلحة المواطن العراقي واستقرار سعر صرف الدينار. قرار يتعلق بالخطة الزراعية، وهو إقرار توصيات اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية المنعقد بتاريخ 30/2/2022 بشأن إضافة الفقرتين في أدناه إلى توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، وهو: أولا، إضافة مساحة 1,000,000 دونم لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية 2,500,000 دونم، على أن يتم التركيز على المساحات الزراعية للخطة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسية. ثانيا، تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينهما وبين غرف العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقررة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم. والوزارتان المذكورتان آنف غير ملزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقررة، وتحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها
بالتنسيق بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة. القرار الآخر يتعلق بفك الاختناقات المرورية في محافظة بغداد، وهو الموافقة على ما يأتي: تخويل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000 دينار للمشروعات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بأسلوب الدعوة المباشرة وقبول العرض الوحيد ضمن الكلفة الكلية، على أن تتضمن العقود بندا ينص على عدم صرف أي مبالغ إلا بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2023 وتمويل الوزارة المذكورة آنفا المبالغ المطلوبة، وبضمنها التعاقد مع جهة استشارية دولية رصينة ومرموقة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014. ثانيا، تقدم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة الدعم لمشروع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. ثالثا، تأليف لجان في كل موقع عمل لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ تتكون من وزارات النفط والثقافة والكهرباء والاتصالات والنقل والمالية والتخطيط وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، وتخول اللجان صلاحية تنفيذ أوامر الغيار وتضاف كلفها إلى كلفة المشروع. رابعا، تخول وزارة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات العامة المالكة الأراضي أو صاحبة التخصيص صلاحية تنفيذ المشروعات موضوع البحث في ضمن الأراضي المملوكة أو المخصصة لتلك الجهات. قرار يتعلق بتخصيص الأراضي: إقرار محضر الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022 بشأن الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمجمعات المخصصة لبناء مجمعات سكنية، والفقرة ثالثا من توصيات الاجتماع رقم 17 للمجلس الوطني للإسكان بحسب الآتي: الأراضي العائدة إلى وزارة المالية استنادا إلى أحكام المادة 1/7 من قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل تنقل ملكية الأراضي العائدة إلى وزارة المالية والمخصص سابقا إلى من الوزارة آنفا أصوليا وبدون بدل إلى دائرة الإسكان إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المشيد عليها مجمعات سكنية عامة أو في طور التشييد. تمليك الأراضي العائدة إلى مديرية البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الأسكان وفق القرار 693 لسنة 1973 بدون بدل بما تحتاجه من الأراضي المبينة في المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1970 في حال انطباقه على الأراضي العائدة للبلديات. قرار يتعلق بإنجاز مشروعات المستشفيات العامة في محافظة بغداد: إقرار توصيات محضر الاجتماع 28 للجنة الأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل وضمان استمرار تقديم شبكة الإعلام العراقي على الوجه الأكمل بحيادية واستقلالية وفقا للمعايير المحددة قانونا. تقرر التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي، الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وإحالته إلى مجلس النواب والمتضمن آلية تعيين مدير عام الشبكة، الموافق على تخويل وزير الكهرباء توقيع مذكرة تفاهم لبرنامج الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس إنرجي الألمانية استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014
وشكرا جزيلا.